في صيف تبلغ الحرارة فيه 45 درجة مئوية، لتغدو الحديدة صفيح ساخن بلا كهرباء للعام السابع على التوالي. ميليشية الحوثي تنهب إيرادات محافظة الحديدة وتحول الوقود القادم عبر ميناء الحديدة إلى أسواق سوداء، وتهرب كميات كبيرة منه إلى دول القرن الإفريقي، بالرغم أنها ضاعفت من سعر الكهرباء وأسعار الديزل والبترول عشرات الأضعاف. والخط الساخن صار من نصيب قادتها مشرفيها، بينما المواطن في الحديدة يكابد الحر والظلام. السكان يعيشون فاقة وفقر لا تعيشه أي منطقة أخرى، أضف إلى ذلك الحر الشديد، الكهرباء مقطوعة يعني منذ 6 سنوات، ونحن نعاني من انقطاع التيار الكهربائي، الخدمات ما فيش، حتى السلع الغذائية التي كنا نحصل عليها الآن يقاسمون فيها الحوثيين أو يأخذوها. يفر الرجال إلى الأزقة، يفترشون الشوارع والأرصفة الخلفية، يدور البعض منهم قطع الكرتون في وجوههم وأجسادهم، بينما تطفح وجوه الأطفال بالدمامل والالتهابات الجلدية. يموت المسنون وذوي الأمراض المزمنة جراء استمرار انقطاع الكهرباء. يشتري بعض المواطنون ألواح الطاقة الشمسية بحثا عن الكهرباء، بينما الوقود تتاجر به ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكميات مسروقة منه والمخبأة في الأحواش والمحطات يشتعل بين وقت وآخر في محافظة الحديدة وصنعاء وإب. أكثر من 7 حالات اشتعال وقود في أسواق سوداء تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية خلال العام الجاري. المواطنين في محافظة الحديدة أوضاع سيئة جدا، والكهرباء والمياه، ولم يبقى أمام الناس إلا أن يعيشوا هذه الحالة الصعبة التي أوصلهم إليها الإنقلابيون الحوثيون وما يفعلونه. يصل الحديث عن فتح ميناء الحديدة مطلبا عبثيا، فالوقود والمواد الخام وحتى السلاح يتدفق عبر الميناء، ولا شيء سوى حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية لسكان الحديدة وسط مسمع ومرأة المجتمع الدولي. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.